احنا ما تقول لي مدرسه اعلاميه بالوطن العربي لو جينا ما عندنا مدرستين بالوطن العربي، اذا شو يعرفون سيد كل واحد قاعد هنا يقول اي صح، مدرسه لبنانيه والمدرسه المصريه. اللبناني يطلع يروح دول الخليج يحكي بلهجته يفرض نفسه. والمدرسه ما عندنا مدرسه عراقيه ولا مدرسه جزائريه ولا كانوا معتبرين انه على الفرنسيين، ولحد الان يؤيد الدكتور انت المناهج اللي تدرس بقسم الاعلام بالجامعات هي المناهج المصريه القديمه، لحد الان بالعراق ما صار عليها لا بد ان نركز على يعني حاله مهمه جدا، يعني على المنظمات الدوليه الراعيه لمثل هكذا ندوات ومؤتمرات اللي هي لم تعالج او تعرج على حاله مهمه جدا اللي هو الاعلام الامريكي او المؤسسات الامريكيه اللي تدعي المهنيه والحياديه، لا وجود لحياديه ومهنيه، بالعكس من ذلك انه قيدت حسابات الكثير من المؤسسات التي تناهض العنف الامريكي، تناهض الوجود الامريكي بعدد من الدول، لذلك انه عليها ان تراعي او تعالج هذه المشكله قبل التطرق الى التحديات اللي تواجه هذه البلدان النامية. الأدوات تستغلبها وفق المرسوم لها هي تناقش على ضوء هذا الموضوع، على ضوء هذه المشكلة ممكن إثارتها ممكن لا. زملاء الأساتذة ذكروا إنه بعض الأشخاص يعني هم الغاية منها والهدف من العمل بمجال الصحافة والإعلام ماديا. بسبب بعض الأشخاص ترى هاي الصورة النمطية اللي انولدت بسبب السياق المجتمعي أكثر تأثير لمشاكل داخل المؤسسات. والله شوف هي التحديات هواية، يعني أنا من وجهة نظري أشوف إنه أكو تحدي فكري، تحدي مهني. اللي هو التحدي المهني يعني نقدر نقول انه ماكو اليات متطوره، ماكو ادوات جديده، ماكو تدريب مهني وتطويري للاعلاميين والصحفيين. اكو تحدي خاص بالنساء، اليوم احنا كنا نشوف اكو فد نظره على النساء العاملات بمجال الاعلام، وهذا اللي يخليهم شوي يبتعدون عن الموضوع عن موضوع العمل بالمجال الاعلامي. عندنا تحديات سياسيه، عندنا التنوع اللي موجود بدياله يعتبر ايضا نوع من التحدي ل لفئات معينه من الاعلاميين. ديار المحافظات اللي بيها هوايه سرطانات. انا اعتقد الاعلام بشكل عام احنا بنسوي دياله بعيد شويه عن صناعه الراي. يعني اكو مثلا عندك بتعزيز السلم المجتمع السلم واستقرار المجتمع، هذا يحتاج لصناعه راي. الاعلام مالنا هسه يحتاج لتحشيد. فبركه المواضيع تروح هاي القنوات هو المنطقه دياله بصوره عامه حساسه، يعني اللي يسموها بالعراق المصغر بها عده قوميات وثنيات. الضغوط موجود، الضغوط موجود. ليش انا كصحفي ليش اتعرض الى لكن كل قناة تأخذها وفق رؤيتها هي. يعني حقيقة قبل ما أجي إلى ديالة وحيد الآن من لاحظت أنه هناك تحديات كبيرة، تحديات تتمثل بضعف المهنية، بالخوف، بتناول بعض القضايا، بالعرقلة من الأجهزة الأمنية، ليست عمومية شاملة لكن موجودة، يعني صعوبة الحصول على المعلومات، الوارد المادي للصحفيين، كل هذه تجعل من عمل الصحفي صعبا في ديالة بالتأكيد. خضر دوملي مستشار مشروع الإعلام وتعزيز التنوع.